باش تخليني نتزوج بنادم. بغيتك تقولها في المباشر، كيفاش قنعتك الوالده باش توافقي لي على التزوج؟ يا غنتاهر، وشويه درتي انني نصيفط لامي الفلوس ولا شي حاجه. كانت فلوس كتبغي تشدهم هي، وكانت كل شيء كتبغي تشدو هي، ولكن الحمد لله ملي فهمت شرطها لما كتقول لها وصلتني غير القض القض، وانا عارف حريوه دابا شافت غتشوف هاد اللقطه هادي غتحررها على بنتها. اقسم بالله العلي العظيم كتعطي لهم واحد البركه قليله، وكتقول لها ها اللي وصلتني وهادي راه فلوس نزار، وهادي ما هادي مع فلوس انا كنت كتاخذ من هذا، وفلوس هي كانت كتعطي من ما. بحالاش دابا حريوده ساقط الخبر مثلا بان انا كذبات عليها، باش كتعاقبها؟ عقاب شديد اقسم بالله العلي العظيم. يعني عندك مثال، انك يا اما كتهجم عليها حتى للدار، يا اما حيت دابا انا كاتبه لما كلشي، يا اما كتقول لها داكشي اللي كاتبه ليا غادي نكتبه في سميت هذيك. ونزيدك واحد القضيه، ديك مول الرموق اللي كان مصاحبه مع حريوده كانت ديما كتطلب، حريوده كتطلب من بنتها الفلوس باش تسردهم مول الرموق. اقسم بالله العلي العظيم نادم اللي عرفت هذه الحقيقه كتجي عندك كتقول لها ماما راه خدام عليك انت، ما خداماش على هذاك. كتقول لها سكتي الحماره، سكتي هذه يا الحماره راه كتقولها في الفيديو، وما بالك من مورا الفيديو. يعني ما عرفتش كيفاش نقول لك، حيت شي حاجه شبعيني، ولا كيفاش نقولها، ما عرفتش كيفاش نوصل الفكره. اذا حريوده هي الامير بالصرف، الامير بالصرف، هي اللي كتاخذ الفلوس ديال هذا، ولا هذا كتستافد فقط من شي حاجه الا خداتها تخبي على ما. يعني دابا البلان دابا امتى كتعتق دابا بحال مثلا النهار اللي كيخرج الفلوس الادسنس من اليوتيوب، اشو كدير هذا؟ كتزرب كتاخذ الفلوس من البنكه وكتمشي عند ما وكتقول لها ها البركه اللي خرجت ليا. اما ما الا سبقات البنكه وجبدات الفلوس كامله، راه كتعطي لنا غير شي بركه قليله، وانا هذا كيبقى فيها الحال، كتبقى تبكي شحال من مره بكات قدامي، ماشي مره ماشي جوج. يعني حنا عاده ملي كيكونوا فلوس في لابونك كنبقاو ناخذو منهم، كل مره كنحتاجو شي حاجه كنجبدها. لا كتجبدها كلها، كيدو فلوس كامله كتقاودها كلها، حيت حريوده عندها كونت بونكي اخر، كتجبد فلوس كلها وكديرهم في واحد الكونت بونكي الاخر. جميل. انت فلوسك قلتي ما خديتي منهم، كنت كتاخذ من هذا، ما كتشي فلوس اخذتها من حريوده كتاخذ لي فلوس ثانيه. يعني مرة صراحة. يعني اش غادي نقول لك، عائلة ديال الضعارة، عائلة ديال الفساد، كتهمو من الفلوس، كيتقاتلوا على الفلوس، ما كتهمو من الكرامة لا مبادئ. نادا تقدر تنعس مع واحد على 5000 درهم بزاف ديال الحوايج، وما تقدر تصيفط بنتها باش تجيب ليها الفلوس. يعني ما على بالهمش بالكرامة، وما على بالهمش بشي حاجة أخرى، يعني كيبغوا غير الفلوس وصافي. عاودي لي كيفاش مشيتي ساعات ولا لا كانت في جيب الفلوس، واخا كانت في جيب الفلوس، مشيت في الكار، مشيت للدار. جات للدار. جات لداركم، شنو كانت ردة الفعل ديال داركم؟ الوالده اصلا ما كانتش باغيه ليا الزواج المره الاولى، فهمتيني، ما كانتش باغيه. صافي شافوني ماني للدار، قالوا لي كرفصتي راسك، عذبتي راسك، فهمتيني، راه هاد الزواج ماشي ديالك، انت ماشي ديال هذيك، انت ولد عائله، كانت الصوره ديالي زوينه مع البيبليك، كان اللي كيجي كيحترمني، هي مشوه تزوج بها وليت مشوه بحالها، ما كاينش الفرق بيني وبينها. واخا شنو الفيديوهات الوالدين ديالك يبدو كيبان على ان والديك الله يعمرها دار. هنا سؤالي مباشر، واش نزار السبيتي او السبيطي، واش مرضي الوالدين ولا بصوت الوالدين؟ طبيعه الحال مرضي الوالدين انا، يعني اصلا بغيت نصوني الوالده دابا في الانترفيو ما عنديش مشكل. نعيطوا عليها. بلاتي ما تعرفني واش مرضي الوالدين ولا مسخط الوالدين. دابا غتقول لي الله يرضي عليك.
الو الوالده اش كاين دابا؟ انا في واحد الانتيري في قنيطره. الصحفي كيطرح عليا واحد السؤال، قال لي واش انت مسخوط الوالدين؟ قلت لي انا راه ماشي مسخوط، قلت لي راه قلت لي الغلط اللي درت ما سمعتش كلام امي، فهمتيني؟ راه دابا هادشي كيتسجل في المباشر. قلت لي امي ما كانت امي من الاول ما كانتش راضيه على هذا الزواج، وفي الاخر ما نجحش الزواج، وانا كنصح الناس اللي والديهم ما بغاوش شي حاجه بلا ما يديروها. واش انت سخط عليا الوالده؟ ما عمري سخطت عليك. ديك النهار فاش دارت انا وياك راه كنتي انت منفعل وكنتي باغي تمشي وصافي، انت ما مسخوطش حاشا لله. واش مسخوط؟ خرجت حري خرجت حري وداك كتقول راه انا هضرت فيك بالخايب، وانا هادوش انا عمري هضرت فيك بالخايب. لا لا ما عمرك هضرت عليا بالخايب، عمري كاع في حياتي انتوما بجوج لا انت ولا نبي. واش مروان انتوما ثلاثة؟ واش انا ماشي ديك البركه اللي كانت كتوصلني في الادسنس قبل ما نتزوج؟ كنت كنعطيها لك كله، وكنتي كتعطيني كلشي، عمرك ما تحاسبتي معايا في الجار، وكنت انا كنخزنو لك. جات ديك المسخوطه خرجات كلشي داتو. انتما سمعوا الناس، سمعوا الناس باش تسمعوا على ودنيكم. يعني انت الحمد لله ما ناقصك حتى شي خير، حنا عارفين هذه القضيه هذه، فهمتيني؟ الوالد خدام عليك بزاف ديال الحوايج، شاد لانتريت في العسكر وخدام كي واخا كك خدام على راسه، ولكن انا كنت كنعطيك خلصتي كامله، كاينه ولا ما كايناش؟ من نهار عدتي في اليوتيوب كنتي تعطيها ليا كامله، ما كتحاسب معايا في التريال. انا كنقول لك، انا كنقول لك عطيني فلوس القهوه وعطيني هذه، خصتني شي حاجه عطيها لي. فلوس لاصال كنتي كتخلص على راسك في لاصال. ها انت يعني الناس كيتسحب لهم انا مسخوط الوالدين، فهمتيني؟ الصحافي سولني هذا السؤال. والله ما تجلس معايا في الدار. أجيب لك كتجري عليك، كنتي انا كندخلك الدار، كنتي مسخوط ما تجلس معايا حتى ساعه لانك كنتي سن الرشد. يعني تتزوج بنادم عاد ولات كتقولي ما تصيفطش لامك الفلوس، ديك الفلوس عطيها لي انا. كنتي دار كامل، اش كتصيفط لك شي ريال؟ كنتي دار كامل. وكيفاش قنعتك باش باش تخليني نتزوج بنادم؟ بغيتك تقولها في المباشر، كيفاش قنعتك الوالده باش توافقي لي على الزواج؟ هي غنتاحر وشويه درتي واحد ستوري في طنجه غطيح من البالكون. أبارات شنو دارت نادا؟ شنو دارت نادا باش دارت الإخوان بالعاني باش نقبل عليها؟ حنت عرفتني أنا يعني إخوانية، هي دارت الإخوان باش نقبل عليها. بصح عندك الحق الوالدة. إيوا صافي، راه دابا راه الهضرة ديالك تسمعات دابا، فهمتيني؟ والحقيقة ديالك تسمعات في المنبر ديال ألوانكم. وشكرا بزاف، نسالي وصلنا لك الوالدة. واخ مع السلامة. أنتم سمعتوا بودنيكم، باش ما تقولوش اني كنكذب عليكم ولا شي حاجه. الوالده قالت لك راضيه عليا، وانا ما عمري كنت مسخوط. تتزوج بنادم هنا اللي كانت كتمنع عليا انني نصيفط امي الفلوس ولا شي حاجه، كانت فلوس كتبغي تشدهم هي، وكانت كلشي كتبغي تشدهم هي. ولكن الحمد لله ملي فهمت راسي في هذه المده ديال 5 شهور وتفرغت عليها. حش بزاف ديال الناس دابا كيتسالوا كيقولوا لك اودي واش نزار غادي يرجع يعيش في دارهم، يرجع يعيش في أكادير مع الأم ديالو ودارو، ولا صافي غادي يبقى عايش جوال ولا يستقر في طنجة ولا؟ لا أنا كنجول من مدينة لمدينة، فهمتيني؟ أنا حاليا غنستقر في طاليان، راه سيرينا اللي عارفينها بزاف ديال الناس قالت لي غير تفعل الورقة ديال الطلاق غنجي عندك حتى للمغرب. وهادشي اللي كنحاول ندير، فهمتيني؟ كنحاول نطلق باش نمشي لطاليان ونعيش حياتي تماك ونكمل حياتي تماك. نسولك المرة الثانية وبصراحة جاوبني، باقي كتبغينا أنا؟ لا ما بقيتش كنبغيها. ما بقيتش. حيت ما داش عليا القليل أنايا. ما بقيتش كنبغيها. حيت شفنا في الأول كانت بدات واحد القصة، روميو جوليان، وخارج روميو كيعلن شارطه شارطه حقاش هي اصلا ما تيقاتش راسها واحد غيدير عليها هادشي كامل، فهمتيني؟ هادشي علاش تزوجات بيا. شافت اي واحد غير كيطيح معاه وكيلوحها بحال الملولي، فهمتيني؟ كينعس معاه وكيلوحها. شافت انا درت عليها واحد الحاجه اللي ما عمر شي واحد دارها عليها في حياتها كامله. ولكن هي كانت مشهوره بحال هادي الشيء شعر فاش شي ما عارفاش. عرفهم كنفهمك، ما كانش دايره البوز، كانت غير معروفه. انا ديك الساعه ملي تعرف درت واحد البوز فت الناس اللي كانوا معروفين قبل مني انا، واش انت دابا البلان؟ انا حتى كنت كندير فيديوهات بزاف ديال الحوايج، ولكن كنت محدود. كاين اللي كيعرفني وكاين اللي ما كيعرفنيش. ولكن ملي درت البوز انا والملولي درت بوم نادا، جات عندي تل اكادير بطلبين منك انت اللي قلتي لها بغيتي تجي لعندي. والله ما انا اللي قلتها لها، بالله كنتي كتخرج فيديوهات كتقول لها نادا بغيتها
اه لا اه كنت كنشوف الانترفيوات اللي كنت كندير، لكن ما كنتش كنتواصل مع هذيك الساعه. جات هي وبنتها وواحد صاحبتها. هي اللي تواصلت معك؟ هي اللي قالت لك نجي عندك؟ لا، تواصلت معايا على طريق واحد السيده، واحد الكونت كيقولوا لي الحكومه اللي كنت كتعرفها. واخا شنو مؤخرا كنتي قريب بزاف من الشكوحه شويه شفناكم تفارقتوا، فبغيت نعرف شنو هو السبب الخلاف ديالك مع اخوه الشكوحه. دابا هما لكان عندهم شي خلاف معايا، انا صراحه دوك ما كنعتبرهمش اعداء باش يكونوا فاهمين، فهمتيني؟ يعني هما كيبغيو يخلقوا فيلم بينهم براسهم نزار هادي، يعني غنشوف كتهضر عليا انا ما غنهضرش عليك، فهمتيني؟ لانني كنراعي الطعام انا، واي واحد كنشارك مع الطعام ما كندويش في كتويش في الخيب. دابا دوك واحد القاعده ديال التسجيل كتكون معاهم كيسجلوا، كنت سكران بحال هكذا، صونيت علينا هذا المره الاولى، المره الثانيه، المره الثالثه، صونيت عليه وكنبكي. قلت له علاش انا درتي فيا بحال هكذا؟ علاش انا ما بغيتينيش كيف ما بغيتك؟ علاش هادي؟ علاش هادي؟ ما سجلوا هذا الفيديو هذا، غير تخاصمنا لاحوه. ايوا هادو فيهم الثقه هادو باش يخرج يقول ماشي انا اللي سجلتك. اسيدي نقول ماشي انت اللي سجلتيني، علاش تلوح الفيديو؟ ما بلان ما والو هذا. يعني انا صراحه عمرني خنتهم، ما عمرني غدرتهم، كنت مزوج بنادم وكنت كتحررني نعيرهم وما عمرني عيرتهم، ولكن الله يهديهم وصافي هادشي اللي غنقدر نقول. رجعنا نكملوا السلسله ديالنا. كنت كتحرض داك على الناس باش تفضحهم، باش دير فيديوهات ضدهم او ديما شي حرضتني على الملولي، حرضتني على الجريده ديالكم نيت، حرضتني على الشكوحه، حرضتني على بزاف ديال الحوايج، حرضتني على مين نهضر فيها. ديك الساعه ملي شافتني كندير شي حوايج ماشي سالي، بحال بوسان الرجيم، بحال بوسان اليدين، بحال كدي لي فلوسي كامله، قالت لي خرج هضر على امك. انا وياها هضرنا عليها وطلع لي الفيديو، دوات على الوالده، ضرب لي الفيديو في نسبه المشاهدات. ماشي مجبوره انك تخرج تكلم عليهم. ندمت على هادشي كامله، وانا دابا كنخلص. كنت كتحرضني على امي بزاف. كتجي عندي كتبدا تهضر ديك الهضره ديالها، شوف انا راه مراتك، امك كتهضر فيا، ولا غدوم لك هي مراتك، دافع على مراتك، هضر على امك، وقف امك عند حدها، بزاف ديال الحوايج. انا صراحه ملي كنسمع ديك الهضره بحال كنترفع، كنهضر على امي ولكن ما كنقولش لها بزاف ديال الهضره. بحال دابا انا خارجه كنسكت تقول امي الفعه، الا كانت امي الا